نبدأ مع حضراتكم بالعناوين. الأهلي راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة إنبي الأحد المقبل. الأهلي ينتظر الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الوداد باستاد القاهرة. رئيس لجنة التظلمات يتحدث عن حالة واحدة لتخفيف عقوبة كهربا. وزير الرياضة قرار عودة الحياة الكروية شجاعة لكل مؤسسات الرياضة. الإنتاج الحربي يعلن شفاء 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا. تعديلات جديدة على قاعدة تراكم الإنذارات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي.